يا صباح الخير. النهاردة أنا في قصر من أجمل القصور اللي موجودة في التجمع الخامس. يعني الفيديو ده طويل، تعالوا نتفرج واحدة واحدة. ده المدخل، القصر ده مميز جدا. مساحة الأرض بتاعته 2400 متر، 4 أدوار. مساحة المباني 4000 متر، 3 فيلات داخلية، فيلا رئيسية 1200 متر، واتنين بمساحة 400 متر، 2000 متر خدمات. السلم اللولبي ده هاند ميد، مش هيتكرر تاني، وسور السلم ده محفور يدويا. السجادة دي معمولة هاند ميد، حاجة جميلة جدا. القصر متكون من 13 جناح، اقل جناح فيه الأوضة بتوصل ل 120 متر الجناح الواحد بالغرفة. يتكلم الحيطان والرسومات اللي مرسومة دي يعني كلها رسم هاند ميد عن طريق فنانين عالميين من كوريا ومن لبنان. يعني بجد اتفرجوا على روعة التفاصيل. طيب القصر ده معمول على كذا طراز، الطراز المصري القديم، الطراز الانجليزي، الطراز الفرنسي القديم، الطراز المعاصر الحديث. يعني احنا بنتكلم على يعني احنا بنتكلم في متحف. يعني ده متحف زي ما بنقول. كملوا معايا الفيديو، في مفاجأة جميلة جدا هتعجبكم. احنا كده دخلنا الحمام، كل حاجة هتشوفها بعينك لأول مرة، ممكن ما تشوفهاش قبل كده، تبقى عينك بتشوفها لأول مرة. هنا الحمام التاني، هسيب لكم التفاصيل كلها في الديسكريبشن. ده المطبخ اللي في الدور الارضي بكل الاجهزه اللي فيه. احنا هنا في البيزمنت، ده الجراج بيشيل لحد 6 عربيات. هنا طاوله بلياردو، ده الدور البيزمنت. هيبقى على يمين المطبخ هنا الفرن، هندخل لحد المطبخ. هنا مطبخ فيه كل حاجة تتخيلها موجودة بتخدم على القصر، اللهم بارك. وهنا اللاندري، الملابس. بعد كده بنخرج على غرفة الساونا والجاكوزي والستيم، وبعد كده بنخش على الجيم. بنلاقي هنا حمام حريمي، وهنا الصالة، دي العصر الحديث مودرن. هنخش على المفاجأة اللي أنا بقولكم عليها أول حاجة، وهي غرفة السينما بالعزل اللي فيها، محدش يقدر يسمع أي حاجة من بره. وهنا غرفة خاصة بالحمام بتاعها. تعالوا بقى نتفرج على الاوت دور، المكان اللي بره، هسيبكم تستمتعوا بالتفاصيل. تعالوا نشوف جمال حمام السباحه، ونبص على الفيو بتاع القصر، واخد فكره المعماري الاسباني انطوني جودي. التفاصيل اللي موجوده دي على الارض، الورد ده، كل ده معمول هاند ميد. وهنا شلال وشجر فاكهة، حمام. وهنا المطبخ اللي في اوت دور يتعمل فيه اكل، شاورما، منطقة خاصة. كده احنا طلعنا الدور الاول، نخش الغرفة. اتفرجوا على جمال التفاصيل، واسيب لكم تستمتعوا بالفيديو. اللهم بارك. دريسنج، وهنا الحمام الخاص 2 متر. بندخل الغرفة اللي بعديها، دريسنج بتاعها، وده الحمام واخد من ألوان الغرفة الأسود والأحمر. بعد كده بنطلع بره، برضو هيبقى فيه أوضة على اليمين، دي الغرفة الرويال سويت، الحمام الخاص بيها، كل ده دريسنج. وهنا غرفة يتعمل فيها ميك اب للسيدات، وده الجناح الملكي. اللهم بارك. بنخرج من الجناح الملكي
نخش الأوضة اللي بعدها، دريسنج، الحمام برضو، غرفة الميك اب، الملابس، التفاصيل كلها تدرس، ما فيهاش ولا غلطة. نخرج من الغرفة الرابعة، نخش الليفينج اللي في الدور الأول، هنا قاعدة لطيفة. طبعا البلكونة اللي بره، تراس، الفيو بتاعها طبعا ما يتوصفش. بندخل الدور التاني على المكتب على الطراز الانجليزي، هنا غرفة الميتنج والسيجار روم لصاحب المكان. الحوائط هنا من الجلد الطبيعي ومن خشب المهوجني الخام، والحمام الخاص معمول من الذهب الخالص الحوائط بتاعته. هنا بنخش على الطراز المصري القديم ونتفرج على جمال التفاصيل والقعدة العربي، ونتفرج على جمال التراث المصري القديم، حاجة تفتح النفس. الله. بنخرج بره بقى للاوت دور، برضو في قعدات عربية على يمنا وعلى شمالنا، وهنا بنخش على الغرفة بتاعت التبنياكي الياباني، برضو كل القعدة دي على فيو جميل جدا، وهنا قعدة للميكس جريل والمشاوي والفيو على اللاندسكيب. بنكمل نفس الدور، هنا الفرن اللي بنزل الأكل للمطبخ، وهنا الحمام الخاص بالدور. طبعا التفاصيل كلها مكتوبة على الديسكريبشن عشان لازم ندي القصر حقه، عشان مهما اتكلمنا في الفيديو مش هيوفي. وهنا غرفة اجتماعات، مطبخ صغير، غرفة على الطراز الحديث للضيوف، الدريسنج بتاعها والحمام. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات.